سين ما الفرق بين المني والمذي وما الذي يجب فعله في الملابس في الحالين ج قواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث أحدها التلذذ بخروجه وفتور القوة عقب خروجه والثانيه رائحته التي تشبه رائحه طلع النخل او العجين والثالثه خروج المني بدفق ودفعات وكل واحده من هذه الثلاث كافيه في اثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه واما المذي فهو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع او ارادته ولا يجد لخروجه منه شهوه ولا دفعا ولا يعقبه فتور يكون ذلك للرجل والمراه وهو في النساء اكثر من الرجال والمني يوجب الغسل من الجنابه سواء كان خروجه يقظه بجماع او غيره او كان في المنام بالاحتلام قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اما المذي فانه يوجب الوضوء فقط لما جاء عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء والمني طاهر على الراجح من اقوال العلماء لما روته عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه وفي روايه ولقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه اما المذي فانه نجس لحديث علي الذي تقدم والذي جاء في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر والانثيين اي الخصيتين والوضوء وعلى القول بطهاره المني فانه لو اصاب الثوب لا ينجسه ولو صلى الانسان بذلك الثوب فلا باس بذلك قال ابن قدامه وان قلنا بطهارته اي المني استحب فركه وان صلى من غير فرك اجزاه اما المذي فانه يكتفى فيه بنضح الثوب للمشقه في ذلك لما جاء عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شده وكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بان تاخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى اي تظن انه اصابه والله اعلم